السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي جريد 3 برايمر 3، يا رب تكون دايما بخير، اشوفكم على خير. النهاردة بإذن الله هنبدأ مراجعة الربع الثالث، نبدأ كده مع بعض. النموذج الأول، السؤال الأول، أولا التعبير، رتب الكلمات وكون جملا. الجمل دي هتكون لها معنى، يعني جمل مفيدة. الشارع النظافة نظف عماله، هرتبها ازاي؟ أول حاجة نظف، مين اللي نظف؟ نسأل نفسنا. عمال، يبقى عمال، عمال ايه؟ عمال دول بتوع ايه؟ النظافة، نظفوا ايه بقى؟ الشارع، يبقى نظف عماله النظافة الشارع، نظف عمال النظافة الشارع. طيب نيجي الرقم 2، وجميل السيوي شهي البلح. طبعا الجملة دي كده مش مترتبة، هرتبها ازاي؟ هقول البلح السيوي شهي وجميل، البلح السيوي شهي وجميل. نيجي رقم 3، إلى الفراشات المتحف رافقت السياح. نبدأ بإيه؟ برافو عليكو، رافقت، مين اللي رافقت؟ ها يا ترى، نقول رافقت السياح. طب هي مين اللي رافقت؟ أيوة الفراشات، رافقت الفراشات رفقة مين؟ ها يعني مشيت مع مين؟ ها السياح، برافو عليكو، إلى المتحف، يبقى رافقت الفراشات السياح إلى المتحف. نيجي رقم 4، النوبة أرض تسمى الذهب، نرتبها ازاي؟ برافو عليكم، نبدأ بكلمة تسمى، تسمى النوبة أرض الذهب، تسمى النوبة أرض الذهب. كده يبقى احنا خلصنا الترتيب. نيجي ثانيا القراءة، أولا من موضوع ايه؟ أرض النخيل، اقرأ ثم أجب، اقرأ ثم أجب، يعني لازم نقرأ القطعة دي كويس وبعدين نجاوب. في ناس كتير بتبدأ على طول بالأسئلة تجاوبها، طب ليه؟ لا لازم نقرأ الأول، لأن دايما الأسئلة الإجابة بتاعتها بتبقى موجودة في القطعة، فلازم نقرأ القطعة جيدا عشان نطلع منها الإجابة بتاعتنا. طيب تيجي نقرأ مع بعض، رافقت الفراشات السياح إلى متحف سيوة والقلعة الأثرية والمعبد الفرعوني وسوق المدينة، سيدات الواحة يصنعن السجادة والمنسوجات اليدوية. نقراها تاني، رافقت الفراشات السياح إلى متحف سيوة والقلعة الأثرية والمعبد الفرعوني وسوق المدينة، سيدات الواحة يصنعن السجادة والمنسوجات اليدوية. قرأناها. طب هي نفهم بقى ايه بقى مع بعض كده؟ رافقت الفراشات، يعني الفراشات صاحبت او مشيت مع السياح الى ايه؟ الى دي الاماكن اللي هم زاروها، متحف سيوة والقلعة الاثرية والمعبد الفرعوني وسوق المدينة. راحوا المتحف سيوة والقلعة الاثرية والمعبد الفرعوني وسوق المدينة، دي المعالم السياحية الموجودة فين؟ في سيوة. طيب شافوا ايه كمان؟ سيدات الواحة،
بيعملوا ايه؟ بيصنعن السجاد والمنسوجات اليدوية، يعني بيصنعوها بإيديهم. طبعا بتبقى في غاية الجمال وبتبقى سعرها غالي لأنها مصنوعة من اليد. تيجي مع بعض كده للأسئلة. معنى رافقت، معنى رافقت، هو بيقول لي اختر الإجابة مما بين القوسين، يعني الإجابة بتاعت الكلمة دي حلقها فين؟ جوه القوسين. يبقى معنى رافقت تركت اشترت ولا صاحبت؟ تعال نشوف كده معناها. رافقت السياح، رافقت الفراشات السياح إلى متحف سيوة. ينفع نقول تركت الفراشات السياح؟ مش لايقة. طب ينفع اشترت الفراشات السياح؟ اشترتهم ازاي؟ لا، صاحبت. صاحبت يعني ها مشيت معاهم، صاحبتهم. يبقى كلمة رافقت معناها صاحبت، معنى رافقت صاحبت. جمع متحف، تعال نجيب كده متحف جنبه متحف جنبه متحف جنبه متحف، تبقى كلهم كده اسمهم ايه؟ ها، برافو عليكم، متاحف. ما ينفعش اقول تحف، التحف دي مفردها التحفة، تمام؟ يبقى لا، يبقى كلمة متحف جمعها متاحف. مضاد يعني عكس، اكس على طول، بعمل ايديا كده اكس. يبقى مضاد اشترى، واحد رايح يشتري حاجة محتاجها، التاني رايح حاجة يوديها عشان مش عايزها يباعها، صح؟ يبقى مضاد اشترى ها باع، مضاد اشترى باع. احنا الاختيارات ايه؟ باع ولا كسب ولا خسر؟ لا، باع. يبقى مضاد اشترى باع. رقم باء، إلى أين رافقت الفراشات السياح؟ إلى أين يعني أين رافقت الفراشات السياح؟ نيجي للقطعة، لازم نقرأ كويس، الإجابة موجودة في القطعة، نقرأ كويس. رافقت الفراشات السياح إلى متحف سيوة، أهي أهو. يبقى متحف سيوة. إيه كمان؟ القلعة الأثرية. طب ايه كمان؟ والمعبد الفرعوني. وايه كمان؟ وسوق المدينة. يبقى الى اين رافقت الفراشات السياح؟ ها، ذهبت معهم لفين؟ الى متحف سيوة، القلعة الأثرية، والمعبد الفرعوني، وسوق المدينة. دي الاماكن اللي ها رافقت الفراشات السياح ايه فيها. رقم جيم، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. رقم واحد، البلح السيوي شهي وجميل. آه طبعا، احنا قلنا إن البلح السيوي ليه أشكال كتير أو ألوان كتير وليه مذاق جميل جدا، يعني طعمه لذيذ جدا، يبقى صح. سيدات الواحة يصنعن السجاد والمنسوجات اليدوية، أهو أيوة، سيدات الواحة يصنعن السجاد والمنسوجات اليدوية، يبقى صح. يبقى الاتنين صح، البلح السيوي شهي وجميل، صح. سيدات الواحة يصنعن السجاد والمنسوجات اليدوية، صح. ثالثا، القراءة المتحررة. يعني ايه قراءة متحررة؟ يعني انا بجيب لك قطعة من القراءة مش موجودة في الدرس اللي او الدروس اللي احنا درسناها، بتبقى من بره، تمام؟ بنقرأها كويس ونشوف تركيزنا فيها ونجاوب الأسئلة المذكورة او اللي انا كاتباها عليها. شوف مدى تركيزك للقطعة وانت بتقرأها وتجاوب، تمام؟ طيب، يبقى القراءة المتحررة بيقول لي اقرأ ثم اجب، يبقى لازم نقرأ الاول يا سنة ثالثة. طيب، مصر هي أم الدنيا، مصر هي أم الدنيا، يجري فيها نهر النيل، يجري فيها نهر النيل، وبها الأهرامات الشامخة، دليل الحضارة والتقدم، فحافظوا عليها يا أبناء مصر، حافظوا عليها يا أبناء مصر. مصر هي أم الدنيا، يعني مصر دي أم الدنيا، هي
دايما اللي الناس كلها بتيجي ها تلجأ ليها وتبقى فيها، ودايما دايما بتستقبل السياح او اي حد بيجي فيها بتستقبلهم احسن استقبال. يجري فيها نهر النيل، يعني نهر النيل المية بتاعته بتتدفق في مصر. فيها ايه كمان؟ فيها الاهرامات الشامخة. يعني ايه الشامخة؟ يعني العالية المرتفعة، دليل الحضارة والتقدم. مصر دي هي اساس تقدم، وكده اول بلد تقريبا بيبقى فيها حضارة وحياة متكاملة، فحافظوا عليها يا ابناء مصر. اختر الاجابة من بين القوسين. معنى يجري، احنا ايه اللي بيجري؟ طب نعرف، طيب هو ولد بيجري في الشارع ولا هو قصده نهر النيل؟ اه ده قصده نهر النيل، يبقى هنا مش معناها يمشي، مش معناها يتوقف، لا، معنى كلمة يجري هنا يعني يتدفق. يتدفق جاي من تدفق الماء يعني. مضاد التقدم، احنا قلنا التقدم ده يعني الرقي والحضارة، ها عكسها ايه بقى؟ تخلف، التميز، ولا النجاح؟ طبعا تقدم يعني شيء كويس، ناس متقدمة، يبقى عكسها متأخرين، متخلفين. يبقى مضاد كلمة التقدم عكسها التأخر أو كلمة التخلف. ادالي كلمة التأخر هختارها، طب ادالي كلمة التخلف. التخلف يعني نرجع خلف، الخلف نرجع لورا يعني، يبقى كلمة التخلف. يبقى مضاد التقدم التخلف. رقم 3، مفرد الأمم. الأمم مفردها الأم، الأمة، الأمية. لا طبعا كلمة الأمة، مفرد الأمم، الأمة، أمة واحدة، يبقى مفرد الأمم الأمة. رقم ب، بما تصف مصر، أو بما تصف مصر كما فهمت من الفقرة. يبقى هنبص للفقرة. مصر هي أم الدنيا، يجري فيها نهر النيل، وبها الأهرامات الشامخة، وهي دليل الحضارة والتقدم. يبقى كل ده وصف مصر، يبقى نكتب أم الدنيا، ده أهم وصف، أم الدنيا. يبقى مصر هي أم الدنيا، بيحصل إيه فيها؟ يجري فيها الخير، وبها الأهرامات الشامخة. ثالثا، المحفوظات. المحفوظات اللي هي الأناشيد اللي احنا درسناها، اقرأ ثم أجب. شوفوا كل حاجة اقرأ اقرأ، يبقى لازم نقرأ كويس قبل ما نجاوب أي سؤال. طيب، الفراشات الرقيقة بين أزهار الحديقة تنشق العطر وتعدو بجناحات رقيقة. تاني، الفراشات الرقيقة بين أزهار الحديقة تنشق العطر وتعدو بجناحات رقيقة. طبعا ده نشيد ايه؟ ها نشيد ايه؟ مع بعض نفكر، نشيد الفراشات. طب نشيد الفراشات ده الناس مين اللي قاله؟ ها احمد معروف شلبي، احمد معروف شلبي. ماشي، عايزاكم تذاكروا كويس. طيب، اختر مما بين القوسين. معنى تنشق، معنى تنشق، تجري، تسير، ولا تشم. برافو عليكم. يبقى معنى كلمة تنشق العطر، تنشق يعني تشم. رقم 2، مفرد أزهار. مفرد أزهار مفردها زاهر، زهرتان، زهرة، زاهر، من زاهر ده زهرتان. طب ازاي مفرد أزهار زهرتان؟ لا، ها زهرة واحدة بس، زهرة. مفرد أزهار زهرة. جمع الحديقة، ها جمع حديقة واحدة، ايه حديقتان اتنين ليه يعني؟ ها احقاد، احدق، ايه احدق دي؟ ها حدائق. يبقى جمع الحديقة الحدائق، جمع الحديقة الحدائق. رقم ب، اين تطير الفراشات؟ اين تطير الفراشات؟ هنجاوب اجابة كاملة، هننزل شيل، نعمل كده اكس على كلمة اين دي علامة استفهام، وبننزل ده تنزل زي ما هو، تبقى اجابة كاملة بقى. تطير الفراشات فين 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 فين؟ بين ازهار الحديقة. يبقى
أين تطير الفراشة؟ هنجاوب إجابة كاملة إزاي؟ هقول يا مس تطير الفراشات بين أزهار الحديقة، بين أزهار الحديقة. طيب رقم جيم، ماذا تنشق الفراشات؟ بتشم إيه؟ ها العطر، أو تنشق العطر وتعدو تنشق العطر. يبقى ماذا تنشق الفراشات؟ تنشق الفراشات العطر. إجابة كده كاملة. طب إيه الإجابة اللي إحنا عايزينها أصلا؟ كلمة العطر. بس الإجابة الكاملة بنقولها إزاي؟ تنشق الفراشات العطر. رابعا الأساليب والتراكيب. رقم ألف، أكمل النقط مما بين القوسين. أول حاجة، لا تقطف الأزهار. هو أنا هنا بكلم أو بتكلم عن حد، بقول مثلا لا تقطف أختي الأزهار، لا يقطف أخي الأزهار. قلت كده اتكلمت عن حتى بتكلمت عن نفسي، قلت لا أقطف الأزهار، لا اتكلمت عن نفسي ولا اتكلمت عن غيري عشان يبقى مثلا نفي. تمام. طب أنا هنا بعمل إيه؟ أنا بالفعل بنهي شخص كان مثلا بيقطف الأزهار، أنا بطلب منه إنه عدم الفعل ده، يبقى عدم قطف الأزهار، فبطلب منه بقى إن هو ما يقطفش الأزهار، ده اسمه النهي. يبقى لا تقطف الأزهار، بنهيه من قطف الأزهار، يبقى ده أسلوب نداء. طبعا لأ مفيش هنا يا استفهام، لأ مفيش هنا أداة استفهام ولا في علامة استفهام، أمال إيه؟ نهي. وقلنا قبل كده فرقنا بين النهي والنفي. تمام. يبقى لا تقطف الأزهار، هنا بنهي شخص عن قطف الأزهار، يبقى ده نهي. طيب، لا يسرف باسم في الماء، لا يسرف باسم في الماء. هنا يا ترى أنا بطلب من باسم أو بنهي مثلا إن هو ما يصرفش في الماء، ولا أنا بقول بالفعل هو مش بيصرف في الماء؟ يبقى أنا بتكلم عن باسم، بتكلم عن غيري، يبقى ده النفي. أنا قلت أسلوب النفي عندما أنفي شيء عن نفسي أو عن غيري، يبقى هنا أنا بتكلم فعلا عن باسم إن هو مش بيصرف في الماء. لا يسرف باسم في الماء، أسلوب نفي ولا نداء ولا استفهام، طبعا في لا أهو، وبتكلم عن حد يبقى نفي. رقم ثلاثة، يا بلادي لك حبي وفؤادي. يا بلادي بدأ بيا، ينفع نقول استفهام؟ لا يا مس، استفهام ازاي؟ هو هنا في مدح، في كيف، في اي حاجه بتاعت استفهام؟ لا مفيش اداه من ادوات الاستفهام ومفيش علامه استفهام، يبقى ده مش اسلوب استفهام. تمام. طيب، طب هنا في ما اجمل او ما اقبح او ما اسوأ او ما في كلام من ده؟ لا. في علامه تعجب؟ لا. طيب يبقى ده مش اسلوب تعجب. طب هنا في ايه؟ في يا ده انا بنادي على حد، بقول ياه، ها يبقى ده اسلوب نداء. يا بلادي لك حبي وفؤادي، ده اسلوب نداء. تمام. رقم ب، حول الجملة الاسمية الى جملة فعلية. يعني الجملة اللي نلاقيها بادئة باسم تبقى دي جملة اسمية، طبعا عايزين بقى نحولها لجملة فعلية. الأسد يعيش في الغابة، بدأ بإيه؟ دايما دايما ببص على أول كلمة، أول كلمة دي ها طلعت اسم تبقى دي جملة اسمية، طب طلعت فعل تبقى دي جملة فعلية. طيب ها كلمة الأسد، كلمة الأسد يا ترى ده فعل؟ في حاجة يعني حاجة بتحصل اسمها الأسد؟ لا طبعا ده اسم حد، اسم شيء، اسم حيوان. طيب الأسد يبقى ده اسم حيوان. تمام. يبقى دي اسم، يبقى دي كده جملة اسمية. طب يا مس احنا عايزين نحولها بقى. طيب يبقى الأسد يعيش في الغابة، هخليها ها نبدأ بقى بالفعل، يعيش الأسد في الغابة، بتنزل زي ما هي بقية الجملة، يبقى هنبدأ بالفعل يعيش وبعدين نحط الاسم الأسد في الغابة. هنا حولناها من جملة اسمية إلى جملة فعلية. طيب الشمس تشرق من الشرق، الشمس تشرق من الشرق،
يبقى عايزين نحولها لجملة فعلية. فين الفعل هنا؟ الشمس؟ لا ده اسم. طب منى؟ لا. ها لا، امال ايه؟ كلمة تشرق. يبقى نبدأ بالفعل عشان هي تبقى جملة فعلية، يبقى تشرق. ايه اللي تشرق؟ الشمس. هم؟ ايه؟ من الشرق. تشرق الشمس من الشرق. طيب رقم جيم بيقول لي حلل. هنا حلل لمقاطع صوتية، يعني الحاجة اللي بنطقها، تمام، مقطع كده بكتبه. تيجي نقولها مع بعض، كنا عندناها قبل كده بسقفة. ال ف ر ش تو، صح كده؟ تيجي نقولها مع بعض، يلا. ال، لما نيجي نحلل لمقاطع صوتية دايما باخد الحرف اللي عليه سكون مع اللي قبله. طب ليه يا مس؟ ليه؟ عشان دايما الحرف اللي عليه سكون ده بيبقى ضعيف مش قوي، مينفعش اقول هو خواف ما يعرفش يجي لوحده ابدا في البيت، لازم ياخد حد قبله في البيت ده او في اي مكان يروح فيه. يبقى اي حرف عليه سكون احنا بنقول عليه ايه؟ ضعيف، لازم ياخد حد قبله يدخل قبله كده يمسك فيه عشان يبقى قوي، مش هو بينكسف اصلا يجي لوحده. تمام، يبقى ال، ها، ف، الفتحة والضمة والكسرة انا بقول عليهم دي حركات قوية، يعني تقدر ان هي تدخل في اي مكان لوحدها، مش بتخاف مش بتنكسف، قوية. يبقى ال مع بعض، ال ف. ليه ما خدتش الفاء مع الراء؟ لا يا مس، عشان الفاء دي عليها حركة قوية، لا وجاي بعدها كمان حركة قوية، ازاي اخد حركة قوية مع حركة قوية؟ لا هو كل واحد قوي يقدر يجي لوحده. يبقى ال ف. ها طب الراء اخدها لوحدها ولا اخد معاها الالف؟ مد. برضو قلنا ان حروف المد الالف والواو والياء لا هي عليها فتحة عشان تبقى قوية ولا ضمة ولا كسرة ولا اي حاجة، يبقى دي ضعيفة، برضو بتيجي مع اللي قبلها زيها زي السكون. يبقى برضو حروف الايه المد دي ضعيفة بتيجي مع اللي قبلها. طيب يبقى ال ف ر ها ش تو، ال ف ر ش تو. طيب نيجي لكلمة الواحة. ال بصراحة تقطع زي ما قلتش، لا لا قلت ال، ادي كده مقطع. و، ها ليه الوا؟ جاي بعدها مد. و ح تو، ال و ح تو. طيب خامسا الخط. هنا انا بطلب منك انك تكتب نفس الجملة بس بخط ايديك انت وبخط حلو ومنظم بس. يبقى خامسا الخط، اكتب بخط جميل. ما اجمل الفراشات، هتكتبها زي ما هي، ما اجمل الفراشات. هنا الاملاء، انا بطلب منك تتملى. نبدأ مع بعض كده، انا هقرأ قطعة الاملاء مرة ومع بعض كده تجيبوا لي ورقة او تكتبوها، هديكوا كده ايه زي دقيقة، وبعد كده انا هكتب قطعة الايه الاملاء. تمام، مع بعض كده، يلا. ارض، يلا نكتب مع بعض. ارض النخيل، ارض النخيل من أول سطر جديد. بعد رحلة طويلة وصلت الفراشات إلى أرض النخيل. حط نقطة من أول سطر جديد. جذب انتباه الفراشات المناظر الرائعة. فصلة، نكمل نفس الجملة. وبساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات. تمام، طيب نكتبها بقى احنا مع بعض، يلا. أرض
النخيل. بعد رحلة طويلة وصلت الفراشات، وصلت إيه؟ إلى أرض النخيل. نقطة من أول سطر جديد. جذب انتباه الفراشات، جذبت انتباه الفراشات ايه؟ المناظر الرائعة. قلت الرائعة همزة على نبرة فاصلة وبساتين الزيتون والنخيل حول البحيرات. حط نقطة وكده نبقى خلصنا قطعة الإملاء والنموذج الأول من المراجعة، ونكمل بإذن الله في الحصة القادمة.